متى ما تيجي تشوف تصريحات الاستاذ احمد مجاهد الفتره اللي فاتت بتختلف على الاحلام دي. يعني بيقول لك يهدوا شويه. يعني انت بتدي نفسك الحق انك بتديني حاجه ها كانها منا. ما زال الاتحاد يرى ان هذه الرابطه منا ومنحه من الاتحاد. ها ولا ما تزودوهاش، افرحوا باللي اديته لكم. فالكلام يعني عايز تسمع احمد مجاهد في ده؟ لازم نشوف المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره عشان ما نظلمش والناس تسمع معانا في موقفه او رايه في الرابطه. ما يخص كابتن الدوري المصري، هل خلاص يعني انت كاتحاد كوره سلمت الرابطه الجديده مساله الدوري المصري بالجدول بشكل المسابقه بلجنه مسابقات بالحقوق بكل ده خلاص ابتدوا عملهم ولا لسه في فترات انتقاليه؟ لا، هو عشان الامور تبقى واضحه، هو في الاخر هو الاتحاد هو المسؤول عن اللعبه بشكل عام، لكن الرابطه طبقا للائحه احنا يعني بنحاول نفعل المساله، ودي خطوه في البدايه هي من حقها انها تشكل بمعرفتها لجنه لاداره مسابقه القسم الاول. في حاجات تظل اساسيه بالنسبه للاتحاد، انا كاس مصر ده بيملكه الاتحاد بالكامل، مباراه السوبر دي تخص الاتحاد، التنسيق في المواعيد فيما يخص المنتخبات ده يخص الاتحاد، التنسيق فيما يخص شكل المسابقه بالصعود والهبوط ده يخص في امور تخص الاتحاد، لكن اداره المسابقه تخص اللجنه اللي بتشكلها الرابطه. احنا بنحاول نساعدهم بكل ما نملك، انا شايف ان شاء الله باذن الله داخله بحماس كبير جدا. صحيح احيانا الحماس الزايد ممكن يكون يعني محتاج ان هو يهدى شويه عشان الوضع ما هوش وردي، احنا عارفين ان الموسم صعب، بنحاول نسهل اللي نقدر عليه، وفي كل الاحوال يعني انت بتتكلم في اعضاء الرابطه كلهم بالنسبه لنا، سواء الاثنين اللي رشحوا الاتحاد كابتن اللي هو صفي الدين بسيوني، وده كان يعني انا شرفت ان انا زميلته كعضو مجلس اداره الاتحاد، اللي هو ثروت سويلم وهو مدير تنفيذي الاتحاد سنوات طويله ومن اصحاب الخبره، الحاج عامر حسين وده رئيس المسابقات وما زال رئيس منطقه اسكندريه، يعني رئيس منطقه تابع للاتحاد حتى يومنا هذا. كل بقى المجموعه الباقيه، احمد دياب اخ وصديق، الكابتن عماد متعب وهو نجمه من نجوم منتخب مصر، الدكتور شريف صالح عضو مجلس اداره المصري السابق، الكابتن خالد رفعت وده ابن من ابناء الاتحاد وكان عضو لجنه مسابقات فتره من الفترات وعضو مجلس اداره سابق نادي الزمالك. فكل المجموعه اللي موجوده في الرابطه كلها بتربطنا بيهم علاقات طيبه، بنحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نديهم من الصلاحيات ما يمكنهم انهم ينجحوا ان شاء الله باذن الله في مسابقه القسم الاول. طبيعي جدا انهم نصيحه يعني وده انا قلتها لهم انهم يقعدوا مع الانديه ويسمعوا الانديه، ال 18 نادي بتوع القسم الاول كلهم فيهم قامات تقدر تساعد، وكلنا نتعاون عشان نعدي بالموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يعني شكل المسابقه تخصص مين يا كابتن؟ مجموعه واحده مجموعتين؟ لا 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 لا، هو الانديه والاتحاد طبعا من طرف، يعني انت النهارده انا عندي عدد في امور فنيه بتخص الاتحاد، في عدد مباريات لازم اللعيبه تلعبها، في توقفات دوليه للاتحاد لازم يكون يعني شريك فيها، لكن الانديه لها الحق في هذا الامر. بص، الرابطه لها اختصاصين اصيلين، انها لها عمل انها توزع الحقوق الخاصه بالانديه، يمكن دي معقده الحقوق متباعه، ثاني حاجه تشكل بمعرفتها لجنه لاداره مسابقه القسم الاول. تمام. لكن ليس من اختصاصها تعديل او تغيير شكل المسابقات، ليس من اختصاصها استحداث مسابقات، كل دي حاجات بتتم بالتنسيق، احنا ما عندناش اي مشكله في الامور اللي تؤثر على الانديه ولا المنتخبات ولا الشكل العام، لكن في بقى استحداث بعض البطولات الوديه، طب ما الانديه ممكن تلعب ماتشات وديه مع بعض او تشارك في بعض المباريات ما دامت تحت مظله الاتحاد واللوائح والقوانين، احنا ما عندناش اي مشكله. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى استاذ ابراهيم، هو ده يا جماعه اللي بتكلم فيه. الاستاذ احمد مجاهد يتحدث عن الاتحاد وكانه يعني حاجه تخصه. يا استاذ احمد انت نفسك لجنه هتمشي، المفروض
بعد شهر اتنين تلاتة من الأصل ما كانش المفروض يبقى في حاجة اسمها لجان تدير الاتحاد. مسألة بقى لغة خالد رفعت ابن من أبناء الاتحاد، إيه إيه اللغة دي؟ إيه اللي هو مين يعني؟ الاتحاد بتاع مين يعني؟ ما أنا ابن من أبناء الاتحاد، أستاذ إبراهيم ابن من أبناء الاتحاد، كل من يعمل في كرة القدم لا علاقة بالاتحاد. أما عملية الاستحواذ والتصور الاتحاد ده بتتكلموا كأنه ملكية، وكأنه يعني أنا بصراحة مش موافقك رغم علاقتي بيك وقناعتي بكفاءتك، لكن أحيانا بشعر أن أنت تنظر إلى أمور أنك أنت تتحدث كأنك أنت المظلة أو المسيطر. لا يا أستاذ أحمد، دع الأمور تتطور بقى، ما فيش حاجة اسمها يهدوا شوية. اهدى أنت شوية، يهدوا شوية، يهدوا كتير، ما بقتش بتاعتك. أندية بتشكل جمعية عمومية للجنة تيجي تدي لها الاختصاص اللي هي عايزاه، بس سيبهم بقى، بلاش الضغط من بره بره على الأندية. أنا نفسي الأندية ال 18 دول، ودول 18 قيادة اشتغلوا بجد من دماغكو، اشتغلوا بجد من واقع الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص. طبعا مش هتعمل حاجة تضرك، لكن في نفس الوقت عندنا 18 نادي عندهم فرصة ذهبية لتطوير الكرة، تطوير المسابقة بما يعظم من قيمتها التسويقية وقيمتها الفنية، اللي هي طبعا قيمة فنية هتؤثر على قيمة التسويقية وشعبية الدوري. يا اخوانا احنا شايفين دلوقتي ان المتابعة من البرامج في الدول العربية الشقيقة بتتابع ادق تفاصيل البرامج بتاعتنا وبتعلق عليها، لدرجة تأثرت بالروح العام بتاع برامجنا، بتعمل اهلي وزمالك ومبارزات. اذا احنا ناس نستطيع ان نصل بكرتنا الى كل حتة، احنا 100 مليون متابع، سوق جامدة جدا. فمن فضلكم كل واحد يلعب دوره وفي إطاره، وسيب الدنيا تتطور شويه.